انضم معنا من اسطنبول للحديث عن دلالات تهديد وملاحقة الناشطين في العراق والدعوات إلى العصيان المدني. ينضم إلينا نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي. أهلا بك سيد نظير. بداية لنبدأ من الحصيلة الثقيلة التي أوردها مرصد أفاد الحقوقي عن تجاوز شهداء ثورة تشرين 760 شهيدا وأكثر من 27,000 مصاب. ماذا تعني هذه الحصيلة؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني الحقيقة هذه الأرقام وإن كانت أرقام ثقيلة وكبيرة في عدد الذين تم قتلهم وجرحهم على يد النظام العراقي، ولكن أظنها لا تعكس واقع الحال، وإن الأرقام ربما هي أعلى من ذلك بكثير. نعم. وحسب شهادات يعني الناشطين وشهادات العيان لما حدث في خلال تلك التظاهرات، يبين بشكل جازم أن الأرقام فاقت هذه الأرقام المعلنة. نعم. بكثير، وتدلل على أن هذا النظام لا يتعامل وليس له القدرة على التعامل مع التظاهرات الشعبية بطريقة سلمية أو حضارية، إنما هو لا يعرف سوى لغة القتل والاعتقالات والسفك بدماء الشباب العراقي، ولا يستطيع أن يستخدم لغة أخرى لتلبية مطالبهم أو فتح صفحة جديدة مع شعبه. سيد نظير، المرصد مرصد أفاد تحدث أيضا عن اضطرار بعض الناشطين والمتظاهرين للهجرة أو الاختفاء. إلى أي مدى ساهمت الأجهزة الأمنية بالوصول إلى هذا المستوى من التجاوز على حرية التعبير والتظاهر في البلاد؟ يعني هذه الحقيقة هي نتيجة ربما تكون طبيعية للشاب الذي يعتقد أن ليس له مستقبل في هذا البلد، وليس له القدرة على أن يبني مستقبله ومستقبل عائلته، ولا يستطيع أن يساهم في بناء هذا البلد بطريقة صحيحة، ويرى أن البلد لا زال مستمرا في تدهوره إلى الخلف ولا قدرة له على فعل شيء. لذلك هو يفضل لينقذ نفسه وينقذ عائلته أن يفضل أن يخرج من هذا البلد، وبالتالي الخسارة تعود على عموم هذا البلد وعلى قدرته، لأن الشريحة الفاعلة التي تبني هذا المجتمع هي من شريحة الشباب، وبالذات من الشباب المتعلم والذي لديه القدرة على بناء البلد. وبالتالي ستكون هناك خسارة مركبة على هذا الوطن حينما يعني يحكم بنظام متخلف مثل هذا النظام الحالي. نعم. وبنفس الوقت يدفع الشباب إلى الهجرة خارج البلد ليخسره الوطن وتكسبه الدول الأخرى. على المستوى الثقافي والأدبي، وصلت تهديدات إلى شعراء وأدباء، منهم عائلة الشاعر سيف الدين لمهنة 48 ساعة. قيل لهم معكم 48 ساعة تعلنون التبرئة من ابنكم بسبب ما سموها تطاول على خامنئي. استمرار هذه التهديدات سيد نظير اليوم إلى أي مدى يكرس تبعية العراق إلى إيران؟ يعني هذا ديدن الميليشيات الحاكمة الآن في العراق، هي تحاول أن يعني تلقي ظلالا على الشعب العراقي بأي طريقة ممكن تصعد من حالة الرفض لهذا النظام ولمن يدفعه من الدولة إيران. ويعرفون يعني يعرف هذا النظام بأن أحد أهم الأسباب التي تؤجج مشاعر العراقيين وتفتح أعينهم على مدى الخراب الذي يحصل في البلد ومدى تغلغل النفوذ الإيراني هم المثقفين والشعراء والكتاب والإعلاميين، لذلك يعمدون على تهديد هذه العناصر. ويعني عمل أي شيء يجعل لهم حالة رعب لإسكاتهم، وأعتقد يعني هذا الأمر جربوه كثيرا ولم يفلح. ما زال الناشطين يستطيعون الآن التعبير عن ما يجول في خاطرهم، وفي عصر الانفتاح الإعلامي الآن وعصر السوشيال ميديا لا يستطيعون إخراج كل هؤلاء المثقفين من إيصال فكرتهم إلى عموم الشعب العراقي. لكن ماذا عن أسلحة هذه الميليشيات سيد نظير؟ ما الذي يمنع الدولة من مصادرة وحصر سلاحها مع حديثها مرات عدة عن مثل هذه الحملات؟ ما الذي يمنع تطبيق هذه الحملات؟
يعني أنا أظن هذا هو الاستهلاك المحلي عندما يخرجون يعني السياسيين والقادة العسكريين ويتحدثون عن حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. كيف سوف يتم حصر هذا السلاح والدولة نفسها بالأصل هي مشكلة من هذه الميليشيات؟ يعني أنا لا أعرف كيف أتصور أن يعني هذه الحكومة التي هي أجهزتها الأمنية مشكلة من بالأصل من هذه الميليشيات سوف تعمل على سحب سلاح الميليشيات. لربما هم يقصدون السلاح المتوفر بيد السلاح الشخصي المتوفر بيد المواطنين أو يقصدون سلاح العشائر، ولكن يعني هذه الدعوة دعوة فاشلة ودعوة لا يقصدون حقيقة أمرها. إنما يعتقدون السلاح الآن المتوفر بيد الميليشيات هو سلاح دولة على اعتبار أن هذه الميليشيات تابعة لمؤسسة الجيش أو تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. وبالتالي هذه الدعوات هي لذر الرماد في العيون وإبقاء الوضع على ما هو عليه، يعني ويعتقدون أنها ستنطلي على الشعب العراقي، وهذه الأكاذيب لن تنطلي على شعبنا ويعني شبابنا. طيب، أمام هذه الحقائق عن حكومة الكاظمي كما تفضلت بطرح العديد من الأمثلة، إلى أي مدى ترى بأنها فشلت أن تكون حكومة مختلفة عن سابقاتها؟ بالتأكيد هي فشلت فشل ذريع. يعني هو عندما جاء إلى الحكم وجاء معه هالة إعلامية على أساس أنه هو يمثل الشباب المتظاهر ويمثل مطالباتهم، لكن ثبت الواقع وبعد يعني فترة وجيزة من استلامه للسلطة بأنه لا يمثل إلا هذه الأحزاب التي جاءت به إلى السلطة. وهو بريء من ساحات التظاهر وبريء من الشباب المتظاهرين، بل إن الآن يعني الشباب يحاول أن يتخذ وسائل جديدة في مكافحة لهذه الحكومة ولهذا النظام السياسي. هذا النظام السياسي قد فقد شرعيته حينما سفك دماء الشباب، فقد شرعيته حينما جاء بانتخابات مزورة. لذلك الآن الشباب يعتزمون على فعل عصيان مدني ومقاطعة لمؤسسات هذه الدولة غير الشرعية، وهذا الأمر الآن يتم تداوله في مواقع التواصل بين الناشطين وبين الشباب المتظاهرين. ولربما نجد مثل هذه الفعالية ستكون في الأيام المقبلة. وأظن لو تم تفعيل مثل هذا التصعيد السلمي في مقاطعتهم لهذا النظام سيفتون بعضة ويحاولون أن يسحبون الشرعية التي يدعي فيها بأنه يمثل الشعب العراقي، والحقيقة أنهم هذه أحزاب وميليشيات لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل إلا مصالح الجارة إيران. الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.